كأس العالم 70-900 إنجلترا حامل اللقب ضد البرازيل المرشح القوي لخلافته. وفي هذه المباراة بالتحديد على ملعب غاليسكو بغوادالاخارا حدث ما سيعرف إلى اليوم بالتصدي المستحيل. على الصورة فيلي يرفع يديه منتصرا متأكدا بأنه أحرز هدفا، وقال ملك كرة القدم فيما بعد: بالفعل سجلت هدفا، فقط أن بانكس حرمني منه. وقال بانكس بدوره أنه ظن بأنه هدف لبيلي. في كلا المنتخبين أكبر عدد من النجوم، والكل يريد أن يثبت في مباراة النهائي قبل الأوان بأنه الأجدر لتحقيق اللقب العالمي. بعد الأشواط الإضافية البرازيل يفوز بهدف دون مقابل بعد هدف من جارزينيو، وهو انتصار لم يمنع البرازيل وإنجلترا من التأهل إلى الدور المقبل.